يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل كل ما يحصل من خدمة الجن للإنسي من معاونته أو مساعدته، هل كل ما يحصل من خدمة الجني للإنسي من معاونته ومساعدته، هل يؤدي ذلك إلى أن يشك في توحيده وينظر في عمله؟ نعم، الإنسي لا يطلب الإعانة من الغائب، لا من الجن ولا من الملائكة ولا من الأموات، وإنما يطلب الإعانة من الحاضر، من الحي الحاضر الذي يقدر على ما يطلبه منه بهذه الشروط: أن يكون حيا، أن يكون حاضرا عنده، أن يقدر على ما تطلبه منه. نعم.